الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها، قال: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة إلى نعيم الآخرة، وذلك لأن نعيم الدنيا وإن عظم وإن كثر فإنه متاع زائل ومتاع قليل، وأما الآخرة فمتاعها دائم لا ينقطع، سرمدي أبدي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما الدنيا في الآخرة، يعني من المتاع ومن السرور ومن غير ذلك من النعيم، إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر. إذا وضع الإنسان أصبعه في البحر ثم رفع يده أو رفع إصبعه، هل أخذ شيئا من هذا البحر؟ لم يأخذ منه شيئا. فهذا هو حال الدنيا بالنسبة للآخرة، فلينظر بما يرجع. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني عن جانبيه صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت. الجدي هو صغير الماعز، قال: فمر بجدي أسك، والأسك هو صغير الإذن، ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، لأنه أسك صغير الإذن. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وهذا لا شك يبين أن هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا. فهؤلاء الصحب عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأسك الميت، وهو الجدي الأسك الميت، يعني هل تأخذونه؟ قالوا: لو كان حيا لكان عيبا، فكيف إذا وهو ميت؟ فجمع بين عدة عيوب. فكذلك الدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عليهم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء الحارة. قال: فاستقبلنا أحد، قال: فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد المعروف. فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى أتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث الشاهد منه لهذه الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم عندما استقبل أحد مع أبي ذر،
قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، يعني لو كان عنده مثل أحد ذهبا قال ما سره أن تمضي عليه 3 أيام وعنده هذا الذهب إلا أن يفعل به هكذا وهكذا وهكذا، يعني يصرفه في سبيل الله في النفقات في الصدقات في الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، أنه لا يريد أن يمضي معه المال أكثر من 3 أيام إلا ما كان يستعمله ويرصده في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو ما يكون في اليوم، فكل يوم له قوته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على زهده وتقلله من هذه الحياة الدنيا. ثم قال إن الأكثرين، يعني المكثرون من المال في هذه الحياة الدنيا، قال هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأقلون من الثواب والأجور، وهذا في الغالب، وذلك لأن المكثرين من المال لا بد أن ينشغلوا عن طاعة الله في تجارتهم وفي لهوهم في هذه الحياة الدنيا، فيكون هذا المال سبباً في صدهم عن ذكر الله، هذا هو الغالب، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال هو سبب الطغيان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين، يعني من الأموال في الدنيا، هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فالمستثنون قليل الذين يستعملون هذا المال في طاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. ثم قال لأبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم، يعني هؤلاء الذين يستعملون المال قليل ما هم. ثم قال لأبي ذر مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم في سواد الليل حتى توارى، يعني لم يره أبو ذر رضي الله عنه. قال فسمعت صوتا، يعني سمع أبو ذر صوتا، فخشي على النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يذهب ليرى، وهذا يدل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى شجاعتهم، فهو لا يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له أحد، ولكنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبرح حتى آتيك، وهذا من استجابة الصحابة، فلما تذكر أن النبي قال له لا تبرح حتى آتيك مكث مكانه مع خشيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال طاعتهم تسليمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرح مكانه ولم يعني ينطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الرسول وحدثه بما سمع، فقال له صلى الله عليه وسلم هل سمعته؟ قال نعم، فقال هذا جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، كررها 3، ثم قال في الآخرة كما في الرواية الأخرى وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث معناه أن الإنسان وإن فعل الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله سبحانه وإن شاء غفر له بفضله، وليس معنى ذلك التهوين من مسألة الزنا والسرقة والكبائر، لا حاشا وكلا، ولكن هذا بيان الحكم أن من وقع في مثل هذه الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى الشرك بالله عز وجل فهو تحت المشيئة، فمآله إلى جنات النعيم إن مات على التوحيد، إما أن يدخلها من أول وهلة، وإما أن يعذب في النار على قدر ذنوبه ومعاصيه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى جنات النعيم. فهذا معنى الحديث، وليس معناه الرخصة في أن يفعل الزنا والسرقة وغير ذلك من الكبائر، إن هذه كبائر عظيمة متوعد صاحبها بالنار، بل إن الزنا بالخصوص صاحبه متوعد بالخلود في النار، والخلود المراد به طول المكث في النار وليس الخلود الأبدي، ولكن الإنسان الكيس الفطن الذي يعلم شدة العذاب شدة الجحيم فإنه ينجي نفسه من هذا بالبعد عن هذه المنكرات العظيمة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، متفق عليه. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، ولكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا شيء أرصده لدين، فهذا مما يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا احتفظ بهذا المال إما أن يحتفظ به من أجل الصدقات والنفقات والإنفاق في سبيل الله،
وإما من أجل سداد الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فدل على تقلله وزهده في هذه الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو أراد أن تفتح له الدنيا لا فتحت، ولكنه أراد أن يكون في هذه الحياة الدنيا زاهداً متواضعاً، لأن هذا أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى العبادة وأقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وهذا الحديث فائدته عظيمة جدا، وفيه راحة للقلب المسلم المستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو أنه إذا رأى من هو خير منه في أمور الدنيا في الخلق وفي المال، وهذه كلها أمور دنيوية، فلينظر إلى من هو أسفل منه ليعلم نعمة الله عليه، وحتى لا يزدر النعمة التي هو فيها. فالمال ما من فقير إلا هناك أفقر منه، وفي الخلق ما من دميم إلا هناك من هو أشد دمامة منه. فلذلك المسلم عليه أن ينظر في هذه الدنيا إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. أما في أمور الدين فعليه أن ينظر إلى من هو أعلى منه حتى يقتدي به ويتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قاعدة عظيمة، لو طبقها المسلم لارتاح من هذه الهموم في هذه الحياة الدنيا. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عباد المال وعباد الدنيا، قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. تعس أي خاب وخسر وتعسرت أموره، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من قدم هذا المال وهذه الحياة الدنيا على الآخرة، فسماهم عبيداً، وإن كانوا لا يسجدون ولا يركعون لهذا المال، ولكن سموا عبيداً لانشغالهم بهذه الدنيا عن الآخرة، فسماهم عبيداً. قال: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة. وهذه ملابس، القطيفة والخميصة والخميلة كلها من الملابس التي يتزين بها في هذه الحياة الدنيا. فمدار هؤلاء عباد المال على المال، إن أعطوا من المال رضوا وإن لم يعطوا من المال سخطوا، وهذا كله يدل على تعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا وعدم إقبالها على الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان لا يسعى في مصالحه ولا يسعى في تجارته ولا يسعى في عمله ويطلب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، والله عز وجل في كتابه كذلك، ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا في قلبك وإنما تكون في يدك، فإذا كانت في قلبك أهلكتك وصدتك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه الدنيا في يدك في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يضرك. لذلك على المسلم أن لا يقبل على هذه الدنيا إقبالا كليا ولا يعرض عنها إعراضا كليا، بل يجعل من هذه الحياة الدنيا زادا له إلى الآخرة، ويجعل من هذه الأموال التي في يده طاعة إلى الله، فيحتسب بهذا المال نفقته لعياله طاعة لله، ويحتسب بهذا المال صدقته للفقراء والمساكين، ويحتسب بهذا المال للأيتام والأرامل وذوي الحاجة. فإذا استعمل هذا المال في مثل هذه الطاعات والقربات فإنه يكون مأجورا على هذا المال وإن كثر. أما إذا لم يستعمل هذا المال في طاعة الله فإنه يكون يوم القيامة وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.